يا لا 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 يا لا 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 لبي يرضى السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية يا لا 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 يا لا 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 لبي يرضى السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لبيه يرضى السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا محمد سلطان السبيعي الهيئة السعودية للحياة الفطرية. تشرفنا بدعوة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. كل هذه التوجيهات من سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود حفظه الله للمشاركة في فعاليات مهرجان البادية بمحافظة بيشة. شاركنا بمعرض يحتوي على الحياة الفطرية في المملكة عبارة عن حيوانات محنطة التي انقرضت في المملكة العربية السعودية، ومنها المها العربي الوضيحي وغزال الريم وغزال أدمي والحبارة والأرنب البري والضب. وشاركنا كذلك بعرض مرئي يتحدث عن جهود الهيئة في المملكة العربية السعودية وعن المحميات. وشاركنا كذلك بهدايا عينية عبارة عن حقيبة توعوية تمثل الحياة الفطرية في المملكة، عبارة عن مطوية عن جهود الهيئة، مطوية عن المحميات وعددها في المملكة، ومطوية للتنوع الأحيائي، كما تشمل على هدايا من ميداليات وهدايا عينية للمواطنين والزوار للمعرض. شكرا. يا لا 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 يا لا 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 لبيه يرضى السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفنا بحضور قناة المرقاب. طبعا احنا كلية تقنية بيشة، جانا دعوة من صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد وشاركنا في المهرجان البادية، وعندنا كما تشاهدون دائرة كهربائية، وعندنا هنا شو اسمه نموذج بسيط عن ماكينة السيارة، وعندنا هنا بعض المشاريع وبعض الأجهزة، وإن شاء الله نكون قد أفدنا المواطنين وزي كذا والزوار. ونشكر قناة المرقاب على جهودها الصراحة. وسلامتكم، معكم الطالع عبد الرحمن فرح، كلية تقنية بيشة قسم إلكترونيات. يا لا 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 يا لا 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 لبيه يرضى السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية يا لا 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 يا لا 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 لبيه يرضى السعودية يا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة سعدنا بهذا المهرجان القائم على التراث، ونشكر القائمين عليه، وزادت فرحتنا عندما افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام لهيئة السياحة والآثار. وحقيقة نشكر القنوات القائمة على هذا المهرجان مثل قناة المرقاب وكذلك القنوات المهتمة بالتراث. أستاذنكم بس مع المنشط راشد
أبو ألبو غبرة الشهراني، أطلب منه يتفضل معي. تعال مو يا غمر من هو جالس ما توفى طلعت على الحياة والموت ما هو بعار العار لا قيل قفى خلابنا عما وراه تعال مو يا غمر من هو جالس ما توفى طلعت عليه الحياة الموت ما هو بعار العار لا قيل قفى خلابنا عما وراه. سلامتكم جميعا. نشكر القائمين على هذا المهرجان، وأنا معكم أخوكم الشاعر شبل بلسمر سعد بن شريان. وصلتني دعوة كريمة من القائمين على المهرجان ولما يشارك معكم بإذن الله في خيمة الشعر، فترقبونا. يا لا 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 يا لا 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 لبني أرض السعودية، يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها، يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية، يا لا 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 يا لا 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 لبني أرض السعودية، يا لا لا لا. بسم الله والصلاة على رسول الله. الله يبيض وجه من حط هذا المهرجان، والله يجمل حالهم ويطول عمارة حكومتنا الرشيدة اللي وفرتنا المهرجان، والله يطول عمارهم ويكثر من أمثالهم. الحقيقة استأنسنا وانبسطنا وشفنا تراث أجدادنا، بيض الله وجيههم وجمل الله حالهم. هذا مهرجان ناجح، هذه قناة المرقاب صراحة راقبت على كل، جمل الله حالهم وبيض الله وجيههم. الحقيقة أنهم مغطين في المهرجان، والله يجمل حالهم ويكثر خيرهم. حمد الجروي معك، الله يوفقكم ويكثر خيركم ويكثر من أمثالكم. والله يحييكم في بيشة، هذه بيشة طال عمرك ترحب بجميع الزائرين وجميع الضيوف، والله يحييكم حساب المطر. يا لا 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 يا لا 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 لبني أرض السعودية، يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها، يا لا 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 يا لا 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 الوفا والشهامية، يا لا 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 يا لا 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 لبني أرض السعودية، يا لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، معكم الشاعر فيصل بن عايض بن مخفور القربي الشهراني. هذه مشاركة بالنيابة عن قبيلة هالبقرب، ومشاركة بسيطة. يقول: بديت بسم الله عظيم الجلالي الواحد المعبود رب المخاليق، يا الله يا منشي المزون الثقالي، يا ميسر العبدة دروب التوافيق، إنك تجملني لي أجام مجالي وتوفق لساني الزين الطواريق، سنين من عمري طوتها الليالي شفنا بها الرديان وشفنا المطاليق، واليوم هبي يا هبوب الشمالي هبي على قلبنا تزايد به الضيق، أحد مكانه فوق روس الجبالي ويدور العليا بروس الشواهيق، مسيس بالطيب عم وخالي مواقف بالصدق ما هي تلافيق، اليان خيته شاش وطش العقالي يجيبها لو ما تجيها الملاحيق، يجيبها لو ما تجيها الملاحيق، ما هو رديا ضاريا بالهزالي ما يعرف الواجب كثير التعاويق، شينه الربعة وللرفيق الموالي واليا بغيته يرخي الراس ويويق، أحدني يوردها عدود انزلالي وأحدني يوردها عدود مزاليك، واختامها أفضل صلاة تقالي ما ترعد رعود وتبرق بواريك، ما ترعد رعود وتبرق بواريك. وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باسمي وباسم هالبيشة نشكر قناة المرقاب على إظهار الحفل بالشكل اللائق والشكل المناسب. ثانيا نشكر ربعي قبيلة البقرب على المتحف وجمل الله حال القائمين عليه وبيض الله وجيههم، ولا ننسى من قام وشارك في هذا المهرجان وبيض الله وجيهكم عموم هذا وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مشاركة مني للشاعر فيصل بن عايض.
يا صبر يا اللي لك سنين مخاوي أنا أشهد إن الخوتك ما تمنيت الهم والهاجوس والليل ضاوي يقربك يا صبر لو رحت وقفيت صرت الرفيق اللي بعيد الهقاوي صرت الخوي اللي على طول ووفيت وكان للفرق وللبعد ناوي مجمل ومشكور إن كان صديت مجمل ومشكور إن كان صديت وسلامتكم يا لا 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 يا لا 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 لفيني أرض السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية يا لا 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 يا لا 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 لفيني أرض السعودية يا لا 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 الحمد لله المهرجان البادية في بيشة الثاني سنة عن سنة يتطور شاهدنا مهرجان السنة هذه أفضل مهرجان السنة راحت فرق كبير نشكر أمير عسير على اللفتة الجميلة لمحافظة بيشة وضع عندنا المهرجان هذا يعكس الماضي أو يربط الماضي بالحاضر والشكر لأهل بيشة كلهم اللي يستاهلون المهرجان هذا واللي قدموا التراث الحقيقي لمحافظة بيشة ونتمنى المزيد في التطور الإبهار هذا وكما أشكر قناة المرقاب على التغطية الإعلامية المميزة لهذا المهرجان والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ما من طير في المهرجان هذا مهرجان إن شاء الله طيب وكويس واللي قايمين عليه والقناة واللي جاءوا من القبائل عز الله مهرجان طيب وإن شاء الله أنه كل سنة هنا بواسطة طال عمرك أبو سلمان وواسطة فيصل بن خالد زاروه كلش زين وبيع وشرع واللي بيجيه يومين واللي بيجيه تراث قديم وحاجات ممتازة والله أشكرهم أشكر القناة اللي جات هنا وصورت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر القائمين على المهرجان مهرجان البادية ببيشة ونشكرهم أولهم صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان حفظ الله وأمير منطقة عسير ونشكرهم على ما بذلوه وجهد في هالمهرجان وشكر الجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علي فلاح الشهراني من محافظة بيشة. أولا نشكر القائمين على هذا المهرجان الأكثر من رائع والتراث اللي صراحة تلم بين الحاضر والماضي ونشكر الداعمين ونشكر أصحاب السمو اللي زارونا هنا. هذا ما حبيت أضيفه والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وتم التسليم. يا لا 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 يا لا 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 لفيني أرض السعودية يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب تحميها يا لا 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 يا لا 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 دار الوفا والشهامية يا لا 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 يا لا 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 لفيني أرض السعودية يا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الحدايا الأحجار النادرة في جنوب محافظة بيشة وقد تكون أغرب حديقة جمالية نادرة في العالم من الطبيعة بشكل عين إنسان وأشجار متناسقة تضم 300 شجرة بأشكال هندسية دقيقة جدا والأبعاد والأشكال على حجر مساحته 100 سنتيمتر وقد يستخدم بالتوضيح بأداة مكبر والأشجار الثانية أشجار واضحة ما بدون مكبر الحجر الثالث قزازي وهو من الطبيعة في نفس جبل واحد فهذه من خصائص جبال جنوب بيشة ومحتويات من محتويات النادرة في متحف هجرة بلقرب والعملات وأدوات الصيد وقنص الصقور وبقية المقتنيات التي عرضت أمامكم في الحلقة الأولى.